أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف، أتمنى أن تكونوا بخير. سنتابع من خلال هذا الفيديو كمال الأزعر الملياردير التونسي، هكذا يعيش بثروة فوق 1000 مليار. قبل البداية، هل تعلم أن المليونير السعودي حسن الجميل الذي ظهر مع الفنانة العالمية ريانا في صور مثيرة للجدل منذ شهر تقريبا هو طليق ابنة كمال الأزعر، حيث كان هذا المليونير السعودي متزوجا من ابنة كمال الأزعر. كمال الأزعر هو رجل أعمال تونسي أصيل ولاية المهدية في تونس، ومقيم في جنيف بسويسرا منذ سنة 1986. كمال الأزعر وفقا لمجلة بيلون الاقتصادية السويسرية هو من بين أغنى 6 رجال أعمال عرب متواجدين في سويسرا، وهو أغنى رجل تونسي يقيم في سويسرا. كمال الأزعر وفقا لموقع البورصة التونسي فإن مجموع ثروته يتجاوز 1000 مليار تونسية. أسس سويكورب وهو بنك استثماري مقره الرياض بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد كبير من المؤسسات والشركات التجارية. رغم هذه الثروة الكبيرة، إلا أن الملياردير كمال الأزعر يقضي أوقات فراغه بعيداً عن متابعة نشريات البورصة وتقلبات الأسهم والأسواق، فحسب ما يعرف عليه فهو يحب الثقافة والفن كثيراً، وهو رسام كذلك، ويقضي أغلب أوقات فراغه مع ابنته لينا صاحبة 34 عاماً. كما أسس كمال الأزعر مؤسسة جو تونس للدعم الفني والثقافي في تونس. سنة 2005 قام بتأسيس مؤسسة خيرية في جنيف لدعم المبادرات والمشاريع الفنية والثقافية في جميع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا هو كمال الأزعر الملياردير التونسي الذي فاقت ثروته 1000 مليار بالعملة التونسية. في النهاية، أتمنى أن يكون قد نال أعجابكم الفيديو. الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.